انا جلال الجندي، لعبت ملاكمه في نادي طلعت حرب، وكنت في ثالثه اعدادي كده، كابتن سليمان عباس دربني، واشتركت في بطوله الجمهوريه للشباب، والمنتخب اختاروني ان انا العب بطوله عالم للشباب في ايطاليا 86. ومن هنا ابتدى مشوار الملاكمه بقى، بطولات جمهوريه ولعبت دولي، لعبت بطوله عالم في رومانيا، لعبت بطوله الحزام الذهبي، لعبت بطوله المانيا الغربيه قبل ما تتقسم يعني، وخدت اول بطوله تركيا الدوليه، بطوله الجزائر، وقعدت 10 سنين لعيب دولي وبطل مصر طول الفتره دي كلها، وزن 57 ووزن 60 كيلو يعني. اخدت فضه بطوله عالم، وخامس في بطوله عالم في رومانيا، واخدت ده في بطوله المانيا الغربيه. مثلي الاعلى في مصر لعيب اسمه ابراهيم عبد الرؤوف، وعالميا ريبورت دوران، يعني كان حاجه ممتازه جدا. مواقف كتير ملاكمه، يعني ملاكمه من الالعاب فيها مواقف كتير جميله يعني. مفيش، انا في موقف كنت بلعب مع لاعب روسي، وكان معايا كابتن توفيق، قال لي ما تضربوش يعني، اول ما ضربته وتعدى عليه قام ضربني قطع الفانيلا بالجلد. فالكابتن قال لي مش قلت لك اسمع الكلام، ما تضربوش خالص سيبه. بس يعني هي اكاديميه بشكل يعني، هو الاسم اكاديميه، هي اولا مجانيه، هو انا بحاول من خلال الرياضه اقدم دور مجتمعي، اهل امبابه هم اهلي، فان انا يكون عندي 100 ولد امبابه اللي متعلم فيهم كويس، واللي مش متعلم بحاول اخليه يرجع المدرسه، بحاول اللي محو امبابه اوديه، بحاول اقوم بالرياضه بصنع ابطال، وفي نفس الوقت بعمل وعي واقوم بدور قصور الثقافه، الولد يبقى عنده وعي، وان 100 اسره من امبابه اولادهم بيلعبوا، ده نوع من نشر المحبه والترابط. في الظروف الصعبه دي لازم الكل يترابط يعني، ولازم الرياضه تبقى مجانا. الفلوس، فلوس، انا ما يعني انا لغايه دلوقتي مثلا صارف فلوس كتير جدا واستلف، بس كله يهون قصاد فرحه ولد او ست بتلاقي ابنها بيلعب، ست بتلاقي ابنها بيلعب فرحانه بيه، دي تسوى الدنيا يعني. والله منطقه الجيزه الملاكمه ادتني جواب ان انا مدرب لمنتخب الجيزه البراعم، وده شكل رسمي. اخويا احمد الجندي جاب لي 10 جوانتات على حسابه، هو كان بطل مصر برضو. نادي ناصر طبعا اتاح لي المكان، استاذ جمال رئيس المجلس والكابتن طارق عزمي ساعدوني، كابتن معايا كابتن عمرو همام مدرب كبير يعني، بس هو ساعدني، كابتن خالد حميد بطل افريقيا وبطل مصر ومدير عام فصل طيران واقف معايا بيساعدني، معايا ثلاث مدربين، لان انا عندي 30 بنت وعندي 120 ولد وبنت، فمحتاج اكتر من مدرب. كابتن خالد عبد الحميد بشكره، كابتن عمرو، كابتن محمد عبوله طبعا اداري واقف معايا طبعا، اداني الهيكل ان انا اقدر اشتغل، ونادي ناصر برئاسته استاذ جمال وكابتن طارق عزمي يعني هو المشرف يعني. وانا بنيان اللاعب يعني، انا اول حاجه عملتها على حسابي يعني، كشفت على الولاد طبيا وصوره رسم دم، لان معظم ولادنا عندهم انيميا حتى لو جسمه قوي، فاول حاجه طبيا الولد يبقى لايق، بعد الولد يبقى لايق الولد قوي بدنيا، دور المدرب بقى اللي بيعده واهله، الوقفه ازاي، في معايير علميه طبعا، الدكتور عبد العزيز رئيس الاتحاد هو يعني اداني اوكي بان هو معايا في كل حاجه ان شاء الله، حاطط معايير، اولا الولد يبقى ملاكم الاول او البنت، انا عندي ولد وبنت مفيش سيان يعني، ان الولد يبقى سليم بدنيا، دورك بقى انت اللي بتشكله، الولد بيقف كويس، رد فعله السريع، سريع البديهه، الكلام ده كله بتزرعه. مستقبل الملاكمه في مصر من القواعد الشعبيه يعني، الكابتن يمنى كمدرب وائل الله اكبر هو البطل اللي عملها يعني، مدرب عظيم، ولازم نكون احنا مقتنعين ان البنت ولد، بنت، البنت انسان، ما تصنفليش دي بنت، وتتمرن كويس وسط قواعد الاخلاقيه بتاعتنا بدون تفرقه، هيطلع عندنا 20 يمنى، ويمنى طبعا لسه مشوارها كبير يعني، اتمنى لها مستقبل اكبر. لازم نطلع المناطق الشعبيه دي اللي هتطلع، انا عندي هنا 30 بنت، لو طلع منهم 5 ابطال مصر وتم دعمهم هيبقى عندنا 2 و3 يمنى، ده حي كتكات، ده حي، قسم البلد بقى، قسم مصر على كده، شوف عدد الابطال اللي ممكن يطلع يعني. الرياضه بتخدم المجتمع، الرياضه الولد لازم نديله او البنت نديهم عطاء ودعم معنوي، الرياضه هو ده اللي بيعمل انتماء، انه يطلع هو صغير
الرياضة هتعمل حب مجتمعي لما يكونوا 100 ولد من 100 أسرة في حي واحد، الأسر نفسها علاقاتهم جيدة جدا ببعض، وإحنا في ظروف صعبة نحتاج تكافل، نحتاج محبة زيادة. رياضة بقى وبطولة، طبعا بناشد يعني السيد وزير الرياضة يجي يبص على الولاد دول ويساعدنا، طبعا احكي انا اكيد محتاج مساعدة. ال 100 ولد والبنت هيطلع منهم 20 بطل، ولما طلعش 20 بطل ال 100 انهم يمارسوا الرياضة، ده في حد ذاته هدف كبير جدا، هيخلق بنية صحية ومجتمع سليم مع دعم ثقافي اليوم يعني. بس ده اخر كلام.